أحب أكلمكم النهاردة عن مثل حبة الخردل والخميرة. المثلين اللي بنتكلم عنهم النهاردة بيتكلموا عن قوة الملكوت وتأثيرها، حبة الخردل والخميرة. في إنجيل متى 13:31-33 يقول السيد المسيح له المجد: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وذرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. قال لهم مثل آخر يشبه ملكوت السماوات: خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. والمسائلين بيختلفوا في البنية الأدبية عن المثل القصصي، وبيلجأ فيهم السيد المسيح للتشبيه المباشر. أولا حبة الخردل. بذرة الخردل هي بذرة صغيرة الحجم جدا، وقد لا يتعدى حجم قطرها البذرة 2 مليمتر. وتشبيه حبة الخردل كان بيستخدم للإشارة إلى صغر حجم الشيء، واستخدمه السيد المسيح في مناسبات أخرى. في متى 17:20: ولو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل. ورغم صغر حجم هذه البذرة فإن شجرة الخردل من الأشجار الضخمة، وقد يصل ارتفاعها إلى 12 قدم أحيانا. ثانيا الخميرة. في المجتمع اللي كان بيتكلم فيه السيد المسيح وزي كثير من المجتمعات الريفية الحالية، الخبز يصنع في البيت، وكانت ربة المنزل بتتولى صناعة الخبز بنفسها. الخميرة في الفكر اليهودي ربما تشير إلى التأثير السيء أو ارتباطها بالتعفن والفساد، ومن مراسم الفصح المهمة هو تنقية البيت من أي خميرة. المثلين حبة الخردل والخميرة بيعلمونا حقائق جوهرية عن ملكوت الله. أولا حبة الخردل والخميرة رغم حجمهم الصغير إلا أن تأثيرهم كبير، وده اللي حصل مع تلاميذ المسيح اللي كان عددهم قليل ولكن استطاعوا أن ينشروا فكر الملكوت في العالم كله، لدرجة أن سفر الأعمال 17:6 يقول عنهم أنهم فتنوا المسكونة. ثانيا بداية الملكوت سماوية حبة الخردل من خارج التربة، وأخذها الإنسان وألقاها، والخميرة من خارج الدقيق، وأخذتها امرأة وخبأتها في الكيل الدقيق. والملكوت هو قوة أدخلت للعالم من خارجه وجاءت من فوق، وليس من اختراع الناس ولا إنتاج الفكر الإنساني. أحبائي المثلين حبة الخردل والخميرة بيأكدوا على الإيمان والأمل، أنه مهما كان دورنا صغير أو غير مرئي فهو له تأثير كبير في عمل الملكوت، وده بيخلينا نحس بمسؤولية الدور اللي بنعمله مهما كان حجمه، والأمانة تجاه الدور ده مهمة جدا. ناس كتيرة بتقيم الخدمة على حجمها أو على عدد الحاضرين إليها أو عدد اللي تأثروا بيها، والحقيقة ده ممكن يكون مهم، لكن مثلين دول تحديدا بيأكدوا إنه مهما كان الدور صغير ومهما كانت الخدمة محدودة، فالدور الصغير يمكن أن يكون شجرة كبيرة، والخدمة المحدودة يمكن أن يكون لها تأثير كبير. نحن نزرع والله الذي ينمي. أنا بشجع كل واحد له خدمة، ما تقيمهاش بكبرها أو صغرها، قيمها بتأثيرها ودورها في بناء الملكوت. آمين.